أنا طالع اليوم عجود أرطبة. نبلش بأول حلقة من الوايلد ليبانون كوكينج سيريز، والهدف منه أنه نستعمل إنجريدينس موجودة بأرضنا ونطبخهم على طريقتنا. فاينلي لقينا العشبة اللي عم نفتش عنها. حبيت بلش أكيد من منطقة أرطبة لأنه هيدي هي المنطقة اللي أنا ربيت فيها. اللبن الباس تبعه هو الأسيديتي اللي موجودة بقلبه بتطر للدجاج. راح نزيد عليهم سايدر واين اللي هو على باز كمان تفاح. ليكو منظر شي بشهي. وهيك منكون انهينا التلا الغني بالاشياء الموجودة عنا اللي بتطلع من طبيعتنا من أرضنا لبنان.